أنا هو أنا بدي أتكلم لي عن محافظة البصرة. هذه منطينة الضمائر. أنا قلت لك الضمير أستخدم للتعويض عن الاسم حتى أتجنب تكرار الاسم. مثل أقول فاطمة هي تلميذة، فاطمة مجدة، فما كان معكر الاسم فاطمة شعروا عنها قال ضمير شي شي مو؟ للمفرد المذكر اي، للمفرد المؤنث، للمفرد غير العاقل ات، وهكذا للجماعه الجمع ذي، للمتكلم كنا يا ضمير وي. اوكي زين، انا عندي بصره، ايش قد عندي بصره؟ واحد مفرد، شعوض عنه ضمير غير عاقل ات لو هي ات، هذا راح يكون اختياري، اتعوضت عن البصره بالضمير اللي استخدمه المفرد غير العاقل. نجي للنقطة الرابعة، يقول لك a housewife works sorry works in أو at home. من يعطيك حروف الجر اللي أخذناهم الثلاثة in on at؟ نشوف اسم المكان. هذول الحروف الثلاثة نستخدم وياهم الأماكن، وأنا سويت لك الجدول. عندنا أربع أماكن نستخدم وياهم حرف الجر، ثلاث أماكن نستخدم وياهم الأون اللي هم بضيف سايد وفام، مو صحيح؟ وعندنا ذروت اللي قلت لك رومه، وعندنا الآت استخدم وياها مكان واحد، فما شرط تستخدم آت. يابا ليش؟ لأنه عندي مكان ماشي؟ زين، نجي للنقطة الخامسة، انتبه عليها. عندك ذول أدوات الاستفهام، هاو ماني تسأل عن من عن العدد، هاو أولد عن من تسأل عن العمر. أشوف ما بعد الاختيار. عندك كازنز، هذه يا سيرة كازنز بصيغة الجمع، شلون عرفناها جمع؟ فيري جود، اسم الجمع فيري جود. إذا موجود عندي اسم بصيغة الجمع، يعني تسألي عن العدد هاو ماني نو هاو أولد؟ فيري جود، يصير أسألك هاو أولد؟ نو. شلون يكون اختياري؟ ليش؟ لأنه عندنا اسم بصيغة الجمع، يعني هاو ماني مباشرة يجيني بعده اسم جمع. شلون اعرف اسم الجمع؟ نهايته شنو هي هذه؟ اسم الجمع. فرق ما بين اسم الجمع واسم الشخص الثاني. اسم الشخص الثالث ما نضيفه الى افعال، واسم الجمع لمن؟ للاسماء. اوكي؟ زين، نجي للنقطة السادسة. هاو ماني سيستر، شوف الإجابة بعدها اسم جمع. داز وسام، انتبه عليها هاي النقطة كلش مهمة. استخدم هاز و هاف وتنتهي الجملة with a question mark علامة السؤال. ليش استخدم هاف؟ لأنه بصيغة السؤال والنفي نستخدم فعل المنفية هاف. هسه واحد يقول استخدمت عندي وسام ياخذ هاز، شلون هاي النقطة؟ من أخذنا هذا عند الضمير شيء؟ لا حبيبي، بصيغة السؤال دائما استخدم فعل المنفية هاف. وليس هذا، يعني مو عندي صح عندي وسام وشخص واحد، لكن ما يصير استخدم هذا. هاي النقطة تأكد عليها. نمبر 7، ماي براذر از، عندنا أدوات التنكير الإنديفينيت آرتيكلز. عندك الآن والإيد، شو استخدم هنا؟ أشوف الاسم اللي بعدهم، بيش يبدي لي بصوت إلا لو صوت صحيح. عندك انجينير، بيش باقي لي صوت الا لو صوت صحيح؟ الا صوت الا، اسميها اصوات وليست حروف. اذا يديني بصوت الا شو استخدم؟ الو اي شو يصير؟ ان انجينير، مهندس معناه. نيجي للنقطه الثامنه، الدكتور، شوف انا شو استخدم لي؟ ليش؟ لانه بيش باقي الاسم؟ صوت صحيح. الدكتور اقول ورك نو ورك ان هوسبيتال، شو استخدم؟ ورك ها؟ ورك فيري جود، استخدم ورك. هذا شو تسميها يا اس؟ اس الشخص الثالث، سنجولر اس. ليش استخدمت اس الشخص الثالث؟ لان شنو عندي دكتور؟ جيب واحد فيري جود، سنجولر اسم مفرد. لو قلت لي دكتور في اس الجمع شو استخدم؟ ورك مجرد. نجي للنقطة اللي بعدها، يقول لك آن، هو منطق أداة التنكير، نختار الاسم. آي تي بروجراما لو أو ويتا؟ آي تي بروجراما. ليش بيش بادي لي؟ بصوت عنا. نجي، مام، عندك منطق الاختيارات إز أو آر كوكينج. أنا عندي المام جيد. مام. إيش
ايش استخدم يا يا منطق how many how old شو جاك بعد الاختيار يا فعل مساعد بعد الاختيار اذا اجاك is او are ايش نستخدم how old or how many how old very good نستخدم how old تسألني عن العمر اذا وجدت is او are نستخدم how old تجد اسم بصيغة الجمع نختار how many اوكي نيجي للنقطة 12 ال 12 A nurse wears. شوف النانس إيش شكله. منطق عن a uniform. انتبه على اللفظ. Uniform. صحيحية. شفت النانس. عن لو a. A. Very good. ليش؟ لأنه هذا مو حرف. هذا مو صوت a. يعطيني صوت ي. صح هو حرف يو. لكن ما يصير الصوت اللي أريده عني. يعطيني صوت a. a. اوكي نتكلم امبريلا عن امبريلا مظلة ماشي نجي للنقطة الأخيرة داد از انا جبت لك از ار ام شو نستخدم بعدهم حتى تتكون عندنا يا صيغة مرارة منطق از درايف نو درايفينج هيز كار شو نستخدم درايفينج اذا استخدم درايف نو شو نستخدم درايفينج شو مغافلة هاي أهم ملخصات اليونت الأول الخاص بالجرامر تنتبه تركز شو ما قبل الاختيار وبعد الاختيار وتختار الكلمة الصحيحة من بين الأقواس أكو سؤال أكو شيء صار عليكم عندكم ومثل ما قلنا يوم الخميس صار مشوار امتحان بالملزمة هذه تقراها وقطعة أحمد قريناها ويا عندكم قطعة نادي الأحمر نعم هي تجي الأسئلة من عندنا ماشي حبايبي thank you very much